فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس ينقل الميت من بلد إلى بلد، ومن أقاربه وأهله من يشد الرحال للصلاة عليه في ذاك البلد، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ إيش؟ بعض الناس ينقل الميت من بلد إلى بلد، ومن أقاربه وأهله من يشد الرحال للصلاة عليه في ذاك البلد، يقول ما النصيحة لهؤلاء؟ أنا سبق أنه ما يسافر من أجل الصلاة على الميت، لكن يدعى له في أي مكان، وإذا كان من أهل الشان وأهل العلم لا بأس أن يصلي عليه صلاة الغائب، إذا كان من أهل الشان وأهل العلم الذين لهم نفع في الإسلام صلي عليه صلاة الغائب ولا يسافر من أجل الصلاة عليه. ونقل الميت إذا كان لغرض صحيح لا بأس ينقل. نعم.